عزيز يلا عزيز وعزيز مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نزال قوي تمكن المقاتل المغربي عزيز الفلاق من الفوز على خصمه الجزائري طارق بن أحمد، وذلك ضمن بطولة فابولوس فايت نايت للكيك بوكسين التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس. وبالتالي الأسد المغربي عزيز الفلاق وبعد هذا الانتصار تمكن من التتويج بحزام هذه البطولة بأقل من 78 كيلوغراما. وقبل مشاهدة هذا النزال الشيق، فإذا كنتم من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتمين بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. ويا عزيز 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 نعاس شوف
دير لا سيزيد راه غادي فوالا عزيز فوالا عزيز فازا عزيز يلا عزيز وي فازا عزيز سيبي عزيز Thank you so much.